السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا يا جماعة، احنا بقالنا فترة طويلة كده ما صورناش أي فيديو عن الأرض خالص من ساعة ما كنا بنعمل السقف. فالنهاردة قلت صور فيديو كده 8 دقايق. هما 8 دقايق ممكن يفرقوا معاك وممكن ما يفرقوش معاك، فلو انت غاوي ان انت تتفرج صدقني هتستفيد والله. فأتمنى ان انت تكمل الفيديو لحد الآخر وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان اصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الناس اللي متابعة القناة والناس اللي لسه هتتابع القناة، ديت الارض اللي احنا كنا بنجدد فيها الايام اللي فاتت وكنا عاملين فيها حوض الازولة، طبعا بقت بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ده اخر وضع يا جماعة. طبعا احنا الناس اللي متابعة تجديد المكان، احنا خلاص خلصنا حوار المكان بتاعنا الحمد لله، وخلصنا السقف بس لسه ما عملناش الصبة بتاعت السقف. بس احنا قلنا بس نصور فيديو عن الارض كده وهنمشي واحدة واحدة. طبعا انا حاولت على قد ما اقدر ان انا انظم الموضوع بس طلع الموضوع اكبر. يعني طبعا شايفين الخشب اللي موجود والزبالة والكلام اللي احنا شايفينه ده كله، هنوريكم بس في الاخر يا جماعة المقصد من الفيديو. بس في اخر الفيديو هنوريكم بس الحاجات اللي موجودة ديت احنا ممكن نعمل بيها ايه. طبعا احنا دي قدامك ارض خرابة خالص مفيش فيها اي مشكلة، وشوية كراكيب وشوية خشب وحاجات كده مش متنظمة، وهنشوف بس ايه اللي هيحصل دلوقتي. هما الفيديو ده مش يعني ايه، هو انا المفروض ما كنتش انزله، بس بصراحة يعني ايه جاتلي جرعة شجاعة ان انا اشجع حد كسبان على الفيديو ده. طبعا دي سبلة ملناش دعوة بيها، وتصفية السبلة والكلام ده كله يا جماعة انا شرحه على القناة، فلو انت متعرفش يعني ايه سبلة ودود السبلة والكلام ده فانت روح بص على القناة كده وانت هتعرف. اما الفيديو ده انا بتكلم فيه بس على الحاجات اللي قدام حضراتكم اللي هي الخشب دي. طبعا انا عندي كمية خشب لا ملهاش عدد بصراحة. حد ملاحظ ان الخشب بيزيد يا جماعة ولا محدش واخد باله؟ الناس اللي متابعة من القناة من زمان حسيتوا ان الخشب بيزيد ولا بيقل؟ كل دي يا جماعة حاجات عندي موجودة في الارض، بسم الله ما شاء الله خرابة يعني زي ما انتوا شايفين كده. بس انا هقول لكم احنا بنعمل ايه بالخرابة دي. ما تستعجلش بس على الفيديو واتفرج بالراحة كده وركز وشوف احنا ممكن نعمل ايه من الكلام اللي قدام حضرتك اللي انت شايفه ده ملوش لازمة. بما ان انا اصلا في مجال السمان والفراخ البيضة وبحب مجال الدواجن قوي، فانا قلت اركز ان انا بدل كده هعمل حاجة تخص المجال ده. فلو انت بقى من الناس اللي غاوية الطيور والفراخ والسمان والتربية وهواية وحاجة نظيفة كده، اتفرج على الفيديو للاخر وما تنساش طبعا تقولي رأيك في التعليقات. فكوباية القهوة اللذيذة كده واتفرج واقعد فكر كده قول احنا ممكن نعمل ايه من الليلة اللي قدامنا دي، او ممكن نخرج بنتيجة ايه في الاخر في المجال بتاع السمان والفراخ والكلام ده. طبعا الكلام ده لو انت اول مرة بتتفرج على القناة. الناس اللي متابعة بقى طبعا هم فاهمين. احنا هنبدأ بقى دلوقتي نخش بقى ايه على المرحلة التانية بقى. احنا خلاص خلصنا كده جزء الارض يا جماعة، تعالوا بقى نشوف المدعكة اللي في الاوض بقى. طبعا الاوض ديت انا مش عارف اروقها اطلاقا والله، يعني على قد ما بقدر كده عمال اجيب من الارض شوية خشب اول باول كده اللي بيجي قدامي السالب، يعني على قد ما بقدر بحاول ايه انظم الموضوع شوية. تزهقش من الفيديو بس كمل للاخر. وده شوية خشب قيد التشغيل. يعني ايه قيد التشغيل؟ يعني هنجيب الصينية بقى يا جماعة ونمارس الهواية التانية بتاعتنا اللي هي النجارة بقى. طبعا مش هقول لكم بقى المنشار والكلام الفاضي اللي احنا عارفينه. طبعا ده يا جماعة من شكل من ضمن الاشكال اللي احنا بنطلعه من الخرابة اللي انت شفتها من شوية. وده برضو نفس الحوار، نفس البطارية ديت برضو جاية من نفس الحاجات اللي ورا
اللي احنا شفناه في الخراب، مع العلم ان البطارية ده يا جماعة عاملة 650 جنيه. وطبعا برضو من الخرابة او من الارض اللي انتوا شفتوها عملنا الشكلين اللي قدام حضراتكم دول. احنا ليه بقى بننزل الفيديو ده؟ الفيديو ده انا بنزله عشان اقول لكل واحد ما عندكش امكانيات امشي بالامكانيات اللي عندك، هتعرف تطلع منها تحف. انا لسه ما وريتلكوش اي حاجة دلوقتي يا جماعة من اللي احنا بنعمله من الخرابة ديت، انا لسه هنوريكوا دلوقتي، عشان كده بقول لك كمل الفيديو. اي امكانيات موجودة عندك ابدأ، مجرد بس ما تحط الاساس يا جماعة. دي دورة سمانة يا جماعة، هاجين عمر يومين النهاردة بالصلاة على النبي. فلو انت بقى من يعني من الناس اللي بتحب تربية السمان او حابب تتعلم مجال السمان، فيا ريت تبقى تدور على القناة ان شاء الله. وده برضو سمان عمره يومين برضو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عندنا يا جماعة دفعة سمان كل 5 ايام، فلو في حد من حضراتكم محتاج سمان عمره يوم ما فيش اي مشكلة يعني، بس يكون من المنوفية او يجي ياخدهم، ولو عدد كبير ما فيش مشكلة ممكن نوصله دعاية للسمان عادي يعني. طبعا عندنا برضو يا جماعة دفعة سمان عمره 10 ايام، 11 يوم، 12 يوم النهاردة ان شاء الله بالصلاة على النبي. طبعا دي بنعمل عليهم تجربة كده، بنحاول ان احنا نقلل في التكلفة بتاعتهم يعني. طبعا لو انت مش متابع برضه حوار التكلفة ده، فممكن برضه انت تتابع الدورة، عليهم دورة مخصوص وبنعمل عليهم تجربة، وبنعمل خلطة يا جماعة لتوفير الاعلاف، فعادي ان انت برضه تخش تتابع التجربة، يمكن تنفع في الفراخ البيضة ولا الفراخ البلدي، وكده كده اصلا انا هعملهم اوريدي ان شاء الله. طبعا احنا شفنا يا جماعة دلوقتي الحاجات اللي موجودة عندنا حاليا، وشفنا البطاريتين دول، وقلنا الحاجات ديت هي اللي احنا عملناها من الحاجات الخرابة اللي ورا. لا، هو للأسف هو لسه فاضل حاجات تانية. دي صورة جت بالغلط وانا برفع الصور، فما ناخدش عليها عادي يعني. دي بطارية من ضمن البطاريات يا جماعة اللي احنا عملناها، ودي بطارية من ضمن البطاريات اللي احنا عملناها برضو من الكلام اللي شفتوه ورا، ودي بطاريات يا جماعة. نتفرج بقى مع بعض، انا قلت اعمل فيديو قصير كده عشان ما يكونش طويل على حضراتكم، عشان انتوا بتزهقوا بس مني. اي حد محبط ومشتغل، خليك على هدفك، صمم، ابدأ، تقولش بكرة، تقولش لما تيجي الامكانيات. من غير امكانيات والله بنطلع تحف، واسعارنا جميلة اوي. لو حد عايز اي حاجة يا جماعة مفيش مشكلة، دعاية برضو للبطاريات. المشكلة مش انت عملتها ازاي، المشكلة هي اتكونت ازاي اصلا، ازاي الواحد عنده طولة بال ان هو يقعد يعمل الكلام ده. طبعا احنا كل مرة بنحدث في البطاريات وبنعدل فيها، يعني كل مرة بنطلع باشكال جديدة. لو الفيديو عجبك بقى ما تحتاج رأيكم في التعليقات، يعني لو في تفاعل اصلا على الفيديو. شكرا.